يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بجولة تفقدية للاطلاع على الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها قوة الإطفاء العام ومركز تدريب أنظمة مكافحة الحريق والوقاية. رح نتعرف أكثر على التفاصيل. معنا زميلنا يوسف صفر مراسل تلفزيون دولة الكويت المتواجد في مركز مبنى قطاع الوقاية التابع لقوة الإطفاء العام في منطقة غرب مشرف. يوسف صباح الخير، لو تضعنا وتضع السادة المشاهدين في الصورة ونعرف عن الخدمات اللي قدمها موقع قوة الإطفاء العام الإلكتروني. نعم، كل الشكر لكم، أصبح عليكم بالخير وأصبح على السادة المشاهدين وجميع القائمين على هذا البرنامج، برنامج العالم هذا الصباح. بعد قليل تفصلنا، خلينا نقول دقائق معدودة، وسوف يصل إلى قوة الإطفاء العام، راح يوصل الى قوة الإطفاء العام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ليتم التدشين او النظر في الخدمات الجديدة المقدمة من قبل قوة الإطفاء العام، وهي لإصدار التراخيص، تراخيص الإطفاء بالنسبة للمحلات في شكل عام داخل دولة الكويت. وايضا سوف يتم في زيارة الى مركز جديد وهو مركز لتدريب أنظمة الوقاية من الحريق. كل هذه الأسئلة سوف يجاوبنا عليها خلال هذه اللحظات. نستضيف معنا على الطرف الآخر العقيد محمد الغريب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، ليعطينا نبذة سريعة عن هذه الخدمات المقدمة من قوة الإطفاء العام. نصبح عليك بالخير عقيد محمد، والله يعطيكم العافية. لحظات، خلينا نقول أو دقائق معدودة، وسوف يتم تدشين هذه الخدمات من قبل الوزير أنس الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. نعطي بس للسادة المشاهدين عن هذه الخدمات الإلكترونية في شكل عام. صبح عليك أخو يوسف، ونصبح على جميع المشاهدين. طبعا بعد قليل سوف يحضر سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح للاطلاع على الخدمات الإلكترونية التي دشنتها قوة الإطفاء العام، وهي بهدف تبسيط الإجراءات وإنهاء المعاملات لتكون بأسرع وقت لخدمة المواطنين والمقيمين. وهذه الخدمات طبعا تكون متعددة، فيها تراخيص وفيها تحديد العقار، وهي خدمات متعددة. وأيضا يطلع معاليه إلى غرفة تدريب الوقاية من الحريق والتي أنشئت لتدريب العاملين الجدد وأيضا تدريب الجهات الحكومية وتقييم واختبار المقاولين. هذه الخدمات بالنسبة الإلكترونية اليوم يتم الاطلاع عليه في شكل عام، شنو هي الخدمات في شكل عام عقيد؟ هي خدمات طبعا لإصدار التراخيص وتجديد التراخيص ولتحديد العقار وأيضا المخالفات، وطبعا اعتماد المخططات المعمارية والميكانيك والخدمات الهندسية. اللي قلت عنه اللي هو مركز تدريب أنظمة الوقاية من الحريق، شنو هذا؟ نعطي بس نبذة للسادة المشاهدين عن شنو يهدف له هذا المركز. هذا المركز طبعا متعدد الأغراض، في تدريب على مضخات الحريق وأيضا على أنظمة الإنذار وأيضا على تدريب على المصاعد وأيضا الأبواب مقاومة للحريق. وهذا المركز يهدف إلى تدريب العاملين الجدد الذي يتم توظيفهم، من طبعا موظفين جدد يكونون في قوة الإطفاء العام، لتدريبهم على كيفية التعامل مع الحريق ومع معدات الإطفاء ومعدات المكافحة ومعدات الإنذار. نعم، الله يعطيكم العافية عقيد محمد. مثل ما احنا قلنا دقائق وسوف يتم تدشين هذا كله أو في جولة تفقدية من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ليتم الاطلاع على هذا الخدمات اللي تقدمها قوة الإطفاء العام. الله يعطيكم العافية عقيد محمد. أعزائي المشاهدين، مثل ما أكدنا في بداية لقائنا معكم أن دقائق وسوف يتم وصول بإذن الله تعالى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ليقوم في جولة تفقدية للإطلاع على هذه الخدمات المقدمة من قوة الإطفاء العام، وهي في مركز الإلكتروني لتقديم الخدمات الإلكترونية في شكل عام وأيضا مركز تدريب أنظمة الوقاية من الحريق. راح نتابعكم فيها في نشرة الأخبار المقبلة، خليكم معنا. يعطيك العافية يوسف صفر على هذه التغطية، كنت معنا في العالم هذا الصباح، شكرا جزيلا لك.